جدي دي ضل عندك. وامك بتتركي امك؟ بس مشان امه والمدرسه وليه؟ ما قلتي لي كيف عم يعاملك؟ منيح ماشي حاله، يعني بتعرفوا انور بيضوج شوي بعدين بيروق. امبارح ضربني. صحيح؟ لا مو صحيح، هي صايره لسانها طويل وصايره عم ترد بوشه. سلامة. يطلقوا على حالكم شباب. صباح الخير معلم. أهلين. نعم. وديت الحساب لأبو سعيد. تفضل هدول. شو هدول؟ الباقي. قديش؟ 200 ليرة. خليهم معك هدول إلك. وين قلت لي عنوانك؟ باب شرقي. باب شرقي. اكتب لي إياه على ورقة. بكره بتجي لعندي مشان انزل انا وياك على السوق نشتري سيارة للشغل. حاضر معلم. الله معك. خاطرك. مع السلامة. عبير يا عبورة. نعم ماما. تعالوا مساعدين تقبريني، هلا بيوصل عندك وما لحق تحط السفرة. وهذا اللي عم نصرخ شو بعمل فيه؟ خليه يبكي له شوي، معلش هلا إذا إجا عمك ولقى الغدا مو جاهز بعمل له مشكلة. شو بده يعمل يعني؟ بده يضربنا؟ يخرب ذوقك شو قوية، ولك كم 100 مرة قلت لك سايري شوي قصري لسانك معه ما بتخسري. ما بدي ساير حدا، ما بكفي ولاده ودراستي. يا لطيف، والله اللي بيسمعك بفكرك طالبة جامعية. تقبريني هلا بس يجي عمك، خدي منه الصباط واعطيه الشحاطة. ايه ماما؟ تفضل. مرحبا استاذ ماجد. اهلا استاذ شاكر، تفضل. شاكر تحسين. كيفك؟ وينك انت استاذ ماجد؟ ممكن تتركنا شوي لحالنا؟ على عين. اشتقت لك يا رجل. معقول يا تحسين؟ وينك انت؟ والله كنت مسافر. انت شو اخبارك؟ تعبان بعد جابر، تعبت، عفاف قطعتني. كل سنة اللي اشوفه مرة. وعفاف شو اخباره؟ صار عنده ولدين غير عبير. وعبير ما بعرف، عم تقول انه انور عم بيضربها. وساكت؟ ليش ما قلت لي؟ وعفاف ليش ساكتة؟ والله أنا صاير ما عم بفهم شي. خدها منا. خدها أنت، تجوز اعمل بيت، خدها. لا لا لا، أنا مستحيل. لإمتى بدك تضل طاير؟ مو أنت هيك بدك؟ أنت اللي علمتني الطيران وأنت اللي بدك ياني ضل طاير على طول. وعبير؟ شوف، إذا بدك باخدها لفرنسا وبحطها بشي مدرسة هنيك، أو إذا بتريد بحطها عند شي عيلة بالبلد. لا ما بدي إياها تطلع على البلد وهي صغيرة، ولا بدي إياكم تسافروا، بدي إياك تضل أنت وياها هون. أنا هلأ قاعد لك هون، قلي شو بدك. في واحد شاب عم بيقول إنه طالب مدرسة وأبوه عاجز بده يشتغل معي، سألي عليه. حاضر. شوف، إذا رديت لك خبر قلعه، وإذا ما رديت لك خبر شغله. بعدين أنت ما بدك تطلع على البلد تشوف شو عملت فيها؟ أنت بتعرف إني أنا بعت الضيعة من زمان، مستحيل أرجع لها. يا شاكر أنت اطلع شوفها بس. وأنت عم تعمرها؟ إيه. خلاص كأني شفتها. شو بدك يعني اعمل هلا؟
أخي الله يرحمه راح وترك لنا مشاكل كتيرة، المعمل فلتان والعمال بدهم مين يشرف عليهم. بس أنا ما بعرف دير المعمل لحالي. أنا بديره وحقك بيوصلك كل آخر شهر. إيه بس مو لسه بكير على الحكي. هو هلأ بكير وما حكينا شيء، بس في عمال وتجار وأصحاب طلبيات والتزامات. بس أنا سمعت إنه المعمل ما وقف. وما بيصير يوقف، لازم واحد من بيناتنا يديره لأنه نحن معنا حق التصرف فيه. هاي مفاتيح المعمل وهي مفاتيح المستودع. والخزنة؟ الخزنة مع المحاسب، فيها رواتب العمال ومصاري السندات اللي انصرفت على المعمل بهالشهر. طيب أنا بشوفه بخبرك عن إذنك. السيارة صارت باسمك، كل يوم الصبح بتجي لهون بتاخد بضاعة وبتسلمها لدياب، هي شغلتك. لا تخاف من حدا، شو ما صار معك ولا يهمك ابدا، انا وراك. فهمت؟ بس يا ويلك اذا لعبت من وراي، انت واهلك بتعتبر حالك متو. طيب ليش سجلتها باسمي معلم؟ لانه انا ما معي شهادة سواقة اولا، وثانيا مالي فاضي انزل رسمها كل سنة. خود هدول على حساب مشان اهلك، بكره الصبح بتكون هون. كتر خيرك معلم. الله معك. خاطرك. مع السلامه. ليه ما هي سمعاني صغيره عم يبكي؟ لك قومي ولا حرف، قومي شوف الصغير. يلا ضربك؟ انت شو عملتي له؟ لك سلالي؟ عم تساليني؟ روحي سليه له. ماشي ماما، تعي ساعديني وانا هلا بسأله. تكرم عينك انزلي. ماني مساعدتك، ما بكفي ضيعت عمري بولاده وفيه؟ عمرك؟ ليش انت الك امر يا فصعوني؟ بعدين هدول اخواتك وانت مجبوره فيه. تقبريني، شوفي اخوكي ليش عم يبكي؟ صرت مغيرت له مرتين وعطيته ببراني ولهلا مع سكات. اثناش اربعتاش ستاش تمنتاش عشرين، تمام هيك بنكون خمسين. لا لسه ما خلصنا. شو في كمان؟ عمولات الارض الجديده اللي نلاقيها بالاول. يا سيدي لقيتها ودرستها وصارت جاهزه تقريبا. وين؟ بجرمانه 60 دنم شقفه واحده وعلى الطريق العام. لك يا انور قلت لك انا ارض زراعيه ما باخذ. يا اخي داخلي بالتنظيم ولسه اصحابها مو دريانين. اصحابها؟ هن اثنين لكل واحد 30 درهم. والاثنين بياعين؟ ورثة المرحوم جاسم المبيض بايعين. كمان ورثة؟ اخين متفقين على البيع، شو بك يا استاذ شريف؟ والنص الثاني؟ مضمون. ما فهمت. النص الثاني النا. الك؟ لا ابو ولا مرتي، رجال كبير وعايش لوحده. يعني هو ما له غيره. بعدين أنا بقدر أضغط عليه مشان يبيع. قديش حق الأرض كلها؟ 21 مليون. وليش الواحد؟ هو اللي صاير إنه كل طرف طالبين 10 مليون، بس نحن بدنا نعطيه لعمي مليون زيادة مشان يبيعنا بسرعة. وأنا اشتريت وإلك على البيعة كلها مليون ليرة. إلي؟ مليون ليرة؟ بس على شرط ما بدفع قرش واحد قبل ما يبيعوا الاثنين سوا. اعتبر الأرض كلها صارت ملكك. اتفقنا. بالإذن. بسام. نعم معلم. دير بالك لا توصيني. قل له لدياب يجي لعندي. صرت قايل له أكثر من مرة.
هالمرة قل له إذا ما بيجي شاكر رح يجي. لا معقول أنت المعلم تروح لعنده؟ أنت قل له هيك وبس. الله معك. خاطرك. مع السلامة. ايه امي، امي لي لامك تعمل لي كاسه شاي. يلا روح انت قل لها انا ماني فاضي. لك شو عم تحكي؟ لا تضرب لعامه على هالجيل.